الثورة خلتنا نشوف من البشر نوعين، الثوري والثورجي. الثوري عنده مبادئ ودايما شايلها على راسه من فوق، الثورجي المبادئ عنده ليها استخدامات تانية خالص. الثوري الإعلام بيجي بنفسه لغاية عنده، الثورجي بيدور على الإعلام ويرمي نفسه قدامه. الثوري في كل صورة بيجري يجمع كل الناس، الثورجي بيزق كل الناس عشان يتصور لوحده. الثوري بيجرب كل الأبواب، واللي يفتح معاه بيدخل منه. الثورجي مش شايف غير باب واحد ويتنرفز جدا لو حد قرب من باب تاني. الثوري راح ادى صوته في الانتخابات، الثورجي مقضيها خونة وتجاوزات. الثوري بيحترم نتيجة التصويت حتى لو مش عجباه. الثورجي لو النتيجة مش عجباه يقول سكر وزيت. يا ترى بقى عايز تبقى ثوري ولا تقضيها ثورجي؟